أبا شفته. يا وصلت اطلع تشرب الدواء دابا. السلام عليكم حبايبي ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير على خير ان شاء الله. هذا النهار عندنا هو النهار ديال الحفله، لاباس جبرتنا بينا في الغداء. نتمنى من الله نكونوا دائما خفافين وضراسين على قلبكم، الى خطيكم يا احلى جمهور. المهم دابا نخليكم معاهم بعد معايا والله الا سالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لاباس عليكم بخير مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير والصحة جيدة يا ربي. شكرا بزاف اللي خطيكم علينا. تحية لجميع داخل الوطن وخارج الوطن. هذا النهار هذا ما قدنا فرحة الدرعا تبارك الله. المهم اللي مع الفرة اللي الداخل اللي مع الجدال، المهم نيضة نيضة خلو طيبوا. عندك يلا سير الله يعاونكم. وحنا غنشرب له الدجاج ديالنا عاد الجدال. انا اللي عدلت الربيع، انا اللي قصرت. انا قصرت الجدال. انا ما تكونش اللي درتي انت يا اختي سعاد. انا قطعت الربيع، نقات الربيع ونقات البصله، عدلت الحشاو ونقات البصيله، خصيت الجدال. الله يعطيك الصحه. دابا عاد انا ما عاد كامل عام شكون شاف. انا خدامه كانت هان بسيطات ديال الحوت هما اللي عنضربوا في الفران ولدانيين باش نساليو ان شاء الله يا ربي. هانتوما الصلصه ديال السوجه كتجيب سيطلات، يعني كيتحمروا وكيجيو معاهم اصلا يعني حارين ومالحين، كيجيو يعني حتى في المذاق ديال المحليه. وي صار القشره ديال الخيل الخضراء عندك؟ عندي كاينين جوجهم تما، كاينين جوج وحده في الزرق وحده في البيض. غطر وانا فكتش. ها انتم كانوا عندكم البلاستيك مجموعين ما عادي، دابا كنقبط وكنخوي باش عاد نبقى نستف. فاطمه اعمل لها هذه هي اللي في القاع تحت باش ما يندخلوهم. اصلا هادو يعني محمر ما كيحتاجوش ما كيدهنوش. ايوا تبارك الله كل واحد وشنو كيعدل. هادو ما خصهم يتحشوا في الفران يكونوا باقيين بالثلج، ما تخليهمش وحتى يدوبوا. ها انت دابا نجمع عيده باش ان شاء الله اللي عيطي في الفران عيطي واللي غنبقى نعدل نعدل. داتو زهير فين داتو اللي ها ها انتم الحبايب ديالي. ها ما تبارك الله يا جماعه ما فين هما. ما دمتي عمي عبد السلام انا ما بغيتش خادي وباقي تيقراو العيال وجهو كانت ثلاثه. السلام عليكم المشاهدين، كيف انتم؟ لاباس عليكم بخير؟ كيف صبحتم مزيانين هانيين؟ نحبكم بخير وعلى خير. شكرا الله يرحم الوالدين، كنبغيكم بزاف. انتم ما طلعت للسوق تلقات اختي جات. تحيه اختي مجده على البصله. على البصله يلا. ومحمد باش يجيو البصله. ها انتما دابا نعمر البيتزا من لاسوليس باش نعمل التون والزيتون والفرماج. كنعمل عي شويه كاش بالنسبه ديالنا. هلاك حتى واحدة يا ضحكتيني ضحكتيني. عندك قزبر والثوم فيغطيهم. قزبر والثوم خلطوا لي مع زيت بلدية و هيداك تما زيت لهم زيت بلدية باش عندهم بهم هذيك ديالي زيت بلدية بوحديتها. زيت بلدية والزيت بلدية عندك من داخل. اجيو ها البرميل حداك، راه ها البرميل حداك كاملة فاطمة. باش غنهز ها انتم دابا نعمروا الملاح، غنعدلو كلشي في المطعو باش نكونو هادو كاع والطوالين نجيبو لي السوالي الذهبي. حطوهم رافي حطوهم رافي. شو ما طيبش بزاف يا حبيبه. صافي عزيز شحره مزيان حبيبه شحره مزيد بارك عليها صافي بارك عليها. ما ترفس هي طايبه. انتم عندي ماتون الا عيق نقطي راه باش ندهن. دابا غنعمل التون بيدي، يعجبني نعدل التون بيدي. هاتو
ها انتما هادو ديال صدر ديال الدجاج مدهونين كدهنهم فاطمه الزهراء بالربيع والثومه يعني عجنوا شويه القزقور شويه المعدنوس والثومه والزيت بلديه الصلصه معمرتش هذه غير بقيت الحمراء ماشي توصي هاك غير مفتوح صافي هاي شنو راشو لك هذه حاجه كبيره الطنجره اللي غنعمل فيها الجدار هاي مع القفاطيش بدا فاطمه الطنجره اختي يلا صح شوف الصح والمعقول باش داغيه تطلق راسها ما تديش عليا انا محميه صح ونعاس حنا غيضربك هذيك المولوين الغذائي اللي هذيك المجهد مع الخرقوم خالتي انا ودي فوق الكمبوش دابا اللي عطيب غنحطوا له فوق الكمبوش لاباس على الوالدين وكتبوا العائله هنعدل الليمون ونعدله فوق من جنبا هيدا وشوية المعدنوس صافي حنا رجعنا الجداد ديالنا مرقناهم الصراحه هما ماشي ديك الجداد اللي غلا طين يعني بين وبين وسطين شكون هي سعيده وانا شفت شحال وانا نعمل معاها عمرها ما قاتش شكرا انا نقول لك شكرا سكوت مصدر عقلي بيتزا خايله دابا انت اليد اليوم لا ديالي ما نهضروش عليك الغزاله فاطمه الزهره شوف عملت لك خايل غزاله سعيده الورده فاطمه الزهره ويصال حبيبة مرة خيل سعاد 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 الأخت ليلى تبارك الله ليلى مرات ولد خير رضوان الوحيدة مرات ولد خيل حسان مهم الحمد لله خالتي الصافية العائلة الحداد كل العائلة الأزرق تحية لهم كبيرة من القلب والله وحن هي فاطمة الزهرة مح عليها علاش يا فاطمه الزهراء؟ من المشاهدين علاش؟ عبد العوس عطاتي التحيه عباد الله كملنا فاين؟ جا فاطمه الزهراء ما قالتش مسكينه نعطيها التحيه اه فاطمه الزهراء وانتينا معايا معايا كتبوها معايا تشوف الله يرحم والديكم ما انتقدونيش عندكم ما نعطيوها شي والله هي هي علاش كنتو كنعملوا الدجاج الخدامين؟ السرخوا في هالدجاج انت كتشوفها عرفت النبضه باش تجينا الدغميره زايده تحيه لشيماء بنتي والمنير الراجل ديالها والناس كازا كاملين والاحسان ماما والاحسان اختي والوليدات والراجل جدام بنتي والحامد والناس تفاس كاملين يا مستخير كنت وصل خصيو على مرة خاي سعيدة ها هي فين يا ها شوفوا تبارك الله بالله يا مرو السينية شوفوا ما شاء الله شوفوا كيفاش كيجيو ها انتم دابا شوفوا بلا تلقى التاني اختي حرام عليكم تبارك الله ها انتم العيسى بالكرومبو وحيد انا تلاقاتني في الدار هذا اللي باقي مسلم عليا صح انا قلت يقطع الكاميرا باش ما يشوفوا لي الصوت ديالي هذا الفرماج واحد زويتنا صغيره في الوسط بارك الله عليكم هنا عاوتاني سمعات شابرين الفران هي وفاطمه الزهراء عواد كيحمروا هذا الشيء هذا مقابلين المالح فيه الحوت بارك الله عليكم النهار نايض تبارك الله خير موجود تبارك الله معنا محمد الازرق عاد والله العظيم في حالي في رمضان تناول الفطور
هنا عاود بسيطلات عاود ثاني كتحمروا مع ود فاطمه ها هما رجع بزمه ها والله العظيم الى اجلك حمار السخانه فاطمه على الاحمر ارجع حوجه فيها والله والله سامحها انتم مع الجيش باك الله ها باش نتغداو هادو بيهم لا وهادو ان شاء الله ماني بلا وقت الحفله غنوريك باش نعدل هذا الشيء شنو هذه السبيه قليتوها كبيره هذه باش نطحنا باش نخلطها مع الجاج حنا عرضولي هاد ثلاث هاد دابا هادو نعملهم عين خايف هذا نعملهم عين الوسط هيدا انا من لهم واحد الربيعه شنو واش عاود ربطهم بالله هربوا اي يعني عيد ديكور ربطهم بالله بلاتو ربطت باش ما نهربش يعني وقالك زواق تبيع اخي خاسره رزق اش باقي لهم ضربت رزق خلاك زواق تبيع ها انتم واش دابا هذه هيدا اعطوني الراي ديالكم واش هذه لا واعره قالك حزميها ورزميها هذو ما يتكلوش لا هذا الكاغيط ها بدل انت تاكل كاغيط جات واعره صافي انتنا وهذا لكن عندي لكم الوقت شويه هاي صاي واحد شنا وبزاف بينا هذا الحامض الحامض اش بالطيبه حامض عيجي هيدا فوق البسيطله الله 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 الكروفيت مقلي والكروفيت هيدا عليها شوف شوف الله يلا ديك الشكه زيد المسال باقي سلام صافي ساعتي كنبقاو ماشيين هيدا لا هذه سهله هذه داغيه سهله هذه اللي عدل لكم شويه الوقت اختي عزيزه ونادي عاوتاني خدامي كيقطعوا البصله تبارك الله ندوزو معكم هنا كل شيء خدام تبارك الله هنا ليلى عاوتاني خدام انا كنعدل الكفته هذا الباكيت الصغير باش يعمروا فيه هذه الكفته هذه معنا عاوتاني الاستاذه نعيمه مرحبا بك عندنا ولا انا ما جات لا قفطه النهار استاذ النظر واخا ما عندهاش عورت نعيمه كيف واحد في الدار كيف نوم العيال كل شيء بخير لاباس عليك الحمد لله ودي نعيمه الله يبارك ومرحبا بك عندنا يجي علي تربى في العز ديالك اش ما كاين بنيت العائل امين يا رب العالمين وسلم على المشاهدين وقول لهم توحشتكم شحال هذه ما تشافوك قدك تبدر تقطع نقول لي حسن الله في المعمل في خطر نعيمه وربعته واللي تشوفك بالعينين لا اجوا يا نخاف والله ما خاف انا تشوف بعين الرحمه نعيمه اعطي المعمه كيف انتم المشاهدين لاباس عليكم بخير صحيح الله النعيم العالم وشكرا لعالي وشكرا للعائله كاملين ديال الازرق والله يكمل بالخير الله يجيب التواسر من اختي نعيمه الله يخلي لك اخي وليداتك وما عز عليك يا ربي وشكرا لكم اجي فاره فاره هاد ناجي مش فرح هنايا صار وانت جبتها معاك بنوته الشرقي يا دي الشرقي الشرقي كان قضى فطره الشرقي قضى فطره والله انا جبتها مسكينه بالله اختي وصل شنو كنت هذا عمال هيك انا وانا هو الرئيس ديال كل شيء هذيني في الفرن عندنا البوطه هذيني دابا انت هذا في الرقم السربي اه قول لي انا ما مالك بنيتك عم واش كوبي كل شيء والله عفريت واجي صوت بقي هذا ليش بس ما تقوز عليا هي شكون شاف من هنا انا وانت يا خان اه يا جيت صوت بقي ما فطروا والله الا لحقت فطره نوضت فيها نص ساعه انا باش نعزمني عمتي فاطمه تنوض بالعافيه هذا مسكين ما جلسش اصبح من الفغر يعمل الرغايه هذا صخر ذات السوق صخر ضرب الحط صخر مشى جاب لنا من الحنين مشى جاب لنا من البصله يلا فوز درات اخر عباد الله مشى ثاني السوق سخرت انا ما اما الاك هذا الزواج ديك ديك الشيء اللي فيه اما الاك وعاد اما الاك وعاد ديالو قلت ثاني شفاعه في الاخير انه نضر لك انا جافت عليا العقبال ان شاء الله يا رب نجيو للحفله الكبيره وللسابع ان شاء الله ان شاء الله يا رب دعاء فاطمه على الاسطام في هذا هنايا شي حفله لكم ان شاء الله قال لي عقبال الاسبوع يا تيمو الخير اخي شكرا بزاف الله يليك ان شاء الله يا ربي عزيز ابو حق الشيطان انا بالخطه حيد باله عاد نسو نعودوا ان شاء الله يا فاطمه عطيها خطك شيطان انا نقول لها عزيزه فاطمه عزيزه القيسر لكن عابد دل لكن هذا لا اختي حبيبه هيا عاود علق المراد ورا وجهك دابا عاوتاني باش تدخل البريوات ها ها انتم عاوتاني ها راني على الفرن ماشي بدا كيدوب عاود هاك هاك الدجاج هو عاوتاني كي طيب هذا مشى له ويعاود راه شوفوا عاوتاني هذا معود هنايا
ها هما خدامين هنا كيجيو مزيونين هاد اللعيبات هادي. كاش الملح فيه صعيب وفيه فيه الخدمة. الجو هالنهار مشمس تبارك الله المشاهدين وحال الجو الجو مشمس تبارك الله روعه. الحسن اهلا ثقيله صح ماشي ثقيله ثقيله بزاف دخله دخله بوحدك شبر من تحت شبر من تحت عندك عندك الله سير عرفتي في عاد وقفه ما بين اللقمه وما بين المنضالين شنو قلت يا ولدي؟ الله يعطيك الروح ماشي مخصص. هنا الكراسه عندهم هنا ديك عندهم عليهم المسائل كامله الملح والحلويات وهذا والكراسه هذا هذا الطابله الحلوه 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 نبصور الحضور الكريم ايها الحضور الكريم استقبلوا جمهور ريال مدريد على الساعة 8 مساء يلا ليه ليه نديهم ليه استجواب سير شي رزنا تعالوا نقدم ندوة صحفية في الطالب عجتي يا هذيك ماله انا شويه عليكم جو يا سلام حبي حل الشويه مورا لا 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 تما لا تما السقطه بيطرت قوصه صح والو في السودو اختي ها السقطه اللي عامل السودو بيطرت ولا والو فيها هذا الكراسي كرسي جيب الكراسي الكراسي جيب الكراسي حاولوا من اللي يوصفوهم شو بدك تعمل من كل لا تقصوا طرط لا لا ما وصلوا لا مش هذه هذه مرحبا بحدك معك أمورا جيب واحد كرسي أنا واحد فوطة كهلة بحال هذه حاوش فعلك البرمجة أبا شوف شوف ماشي القهوية اللي عطيها وجاي لها اللي حيت ليه هذا أمير حيش هذا لا خايف فلي ذا شو أرى لي وحي المقص وحي المقص فين هو أرى أيوه
نزل أيوة لفتحة فتحة 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 صاف صاف دابا مريقلة صاف دابا مزيان اللهم هذا أغي الجمع وما أغي وصف أغي تشدو أغي الجمع أنا صبر أرى اللي قلت مصامر عطلق أيوة ما تجيش حتى تيو عنا حتى جايز من هنا هو ترى لا تيو قلت لك حتى تيو الماء عنا جايز من هنا مصبع ما تجيش أختك الحمر الدجاج قرملي التغميرة التغميرة ها هي زربوا عليا دغيا من الجوع دغيا شوفوا هنا تبارك الله عاوتاني يا سلام واحد صورة كذبة فيهم تحفة هذا واعر نقسم بالله الله يعطيكم الصحة صرعتوهم تبارك الله عاوتاني على الطابلة جوا معنا لهنا عاود شوفوا الحباب شوف الخير تبارك الله يلا الله 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 على حفلة رجل الله شوفوا شوفوا انا قلت لكم مع كل واحد الحفلة من اروع ما يكون ومع هذه الجيبة تبارك الله كل شيء مجموع يلا زيدوني على التباصل اسمع اش اش نقول لك شوف شوف انا اللي بتسعفني خليوا هذا نخليو غير واحد ولا والله الا دمك مريتك اش يعلموا The Bluetooth device is connected successfully. أجي كانوا حل. أجي واعر هافي في القاع. بقي ديك الخوايا يجي واعر في القاع. فعن ففق شوية طلعوا الفوق. بالحق وعدلوا في القاع. جيب شي لاجورة وكتف العقم على الله. وما يهرج. أنا سقوم عجبه. لا لا. أجي أقول لك أجي أقول. لا. ها كيف قلت لك أنا ها ضرب شوية دخل دخل شوية لداخل. ها لا خصك تربطه خصو يتربط ضروري عندك ها هيداك خصو يجي اجي واه اش برا ديال مورا راه ما ها طلب سي انت مروه دابا الرحنا ساعدناش بزاف تبارك الله اخوتي هذا النهار واحد الشرقي الريح جاي تبارك الله لك يجي واعر بحق ما ضل انا قاش نذهب في البياض يعني شوفوا هنا عواد شوفوا تبارك الله عليه والله الا مبدعه بالله لاتي هان نوريهم واحد الشكل الشكل هذا ديال اللون انا اللي اخترته الصراحه انا اللي بغيته دابا لوقيت هذا الغداء كلشي كيتغدى باش تكونوا عارفين النساء راهم كيتغداو الرجال عاوتاني حنا باش نتغداو العائله تبارك الله وشوف شحال بينا ماشي نعاودوا نشوفوا قطبالي مع الريح الصراحه بزاف لما فتشت فاطمه؟ لما فتشت منك حتى ريحت مع راسي الدار عامره اخوتي موجودين و هي خصها عجبها ست البيت اخوتك هنا اخوتك هنايا وعائلتك كاملين عاود هنايا وما ريقلوا شي كامل وانت لا فيك الفتنه الا ما صوبتي بيدك وما جريتي وقدت هذه وهذه وهذه ما تقلش شي دابا واخا هما كاملين خصني ضروري نكون انا يعني بزاف ديال الحاجات ما عارفينش ما في عدلوها كيفاش عاد تكون الا تبارك الله هانتوما قولوا لنا كي جاتكم واي يا تحفه ويلا فنانه بالله ما بغيناش نعدلوا الغوز ما بغيناش نعدلوا الزراقي ما بغينا نخدموا على البياض والذهبي والقهوي والله الا هادشي هذه عقليتكم تبارك الله على سي ايمان فنانه دابا نجيب الحلوه عاوتاني باش نسدكوها اوه يا سلام هذا الشيء زعما برستيج لا عطيها الصح الصراحه لا عطيها الصح اختي ايمان بخا ايمان بخا تحياتي لايمان بخا فنانه فنانة نعطيها الصح ارانا الكيس انا عباد الله نشربوا منظمة نتغدى احنا نضيعوا عباد الله سير سير تبخلي منا بالجوع عادي ست ايام وحنا نوجد في الحفله شو صيفطت لنا من تيطون لهنا وجات مريقله مقدم بلاصه ما وقع لها حتى شي حاجه كلشي مزيان يلا 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 يلا
مزيان الحمد لله. الحمد لله. عمر لي بنتي واحد الكاس الله يرضى عليك. ماري معجبت من البلاصه ديالها جات مع هو هذاك اللي غنبداو فيه الكشف عن جنس الجنين. هاني بنتي متحمسه بزاف وانا رفقي الصم وانا فيا واحد الفرحه استاذ قد لي اللي ما عندكم الحفله في العشيه ياك علاش وحانه. والله الا تحيه للاستاذ ويصال. هذه الحلوه صوصه عندنا بلاتي. هذه عاد لاتنا الشيف عزيزه. تبارك الله. تاختي تبارك الله عليها مبدعه. شو عزيزه؟ هذه دلوز. عز الازرق. دلوز. دلوز. هذا شو وحده؟ عزيزه. عزيزه اختي نادعى لي. صراحه جات واعره. تغدى صح. مشيت تغدى. هنا جوج شكيلات. ناتي. ثلاثة فين وما جوش لك هذا شكيل في شكل هو هذا الثاني نقول لك زعما هذا الثالث نجيب لنا باقي عاوتاني الشكل هذا ديال الورده كل شيء النهار بوزو سرق قلبي والله العظيم الله يفيض علينا وعليكم البياض هذه الليله القضيه تبارك الله ناش وشفتي اش ممكن نقول لك خصنا نوضوا بكري باش نهاركم حتى تقول لي انت شنو عندكم صافي هادشي سهل صراحه هادشي سهل زعما ما فيه والو قلت لها علاش عنوضو بكري ما كاينش عندكم بزاف وساعه فاقوا بكري وشوف ودابا راه العصر وباقي ما كملوش زين هذا اللي كيعمروا دابا هذا الحلوى هذا ولا شنو هادي بالمي هذا المملحات وهادي بالمي صغيره حلوه هما هادو هادو الثوم معنا اللي كنصيفط لنا جات من كازا نعمل نزيد ثلاثه وانا نزيد ثلاثه من هاد وي مرحبا كما كتشوفوها باجي عندي حتى هو الصراحه هذا الشيء هذا كامل كخصني غير العائله كون مجموعه اللهم لك الحمد الحمد لله يا ربي مرحبا بك العائله الوصال كاملين عزيزين ما كرهناش حتى عم يكونوا معنا ولكن الغالب اللي غايب علينا بقى الوالد لان الوالد عاود قال لك ما نقدرش نخلي الدار بوحده ثمانية طوالي وعشرين كرسي. هنا ما كانش ثمانية بينهم. كاينه هما دابا هنا سبعة. وحدة هي. وحدة هي. هذيك ماشي ديالنا. لا. راه الوحيدة. صفر غيبان من هنا يا سلام شوفوا ما شاء الله مع هذا الجو مع هذه الجبال تحفة فنية غيبان لكم ديك الشي واعر إن شاء الله. انه يكون الصوت هادي ما يكونش الريح باش ما يجيكمش ديك التشاش في الكاميرا يجيكم التصوير مزيان هاي وحده جات واعره لا ماشي محمد ماشي الليبره شو دير وحده هكا لا عيف الوصف الوصف انا جات صافي والله الا غير وحده حسين من ديك بزاف جات واعره شوف عرفتي هذه فاش غتركن على بلاصتها فاش عاد نزلوا عليها الطباصل هنايا الطباصل صافي عاد بقى ديك الساعه مراقله اما دابا غيهرب بها الريح كاين اللي عيوقف هنا وكاين اللي عيوقف هنا في البلاصه وحنا هنايا عاوتاني نعم سيدي بحال عرسان يا سلام مرحبا يا دابا جيت باش نلبس الصراحه حيت عليا هذوك الحوايج اللي كانوا موسخين درت واحد الدوتشه او يلاه سالي دابا باش نلبس لك السوا ديالي الفيديو ديال غدا هو اللي غيكون الفيديو ديال المنتظر مع الوحده غنحطوه لكم اللي غنكتشفوا ان شاء الله شنو عندي يلاه خليكم معنا غدا ان شاء الله في الموعد شكرا لكم وكنحماقوا عليكم